بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 15 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونتواصل معكم ومع برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال. السائل يقول حفظكم الله: كيف يحقق المسلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك فرق بين التوحيد وتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أعلى درجة، يكون المسلم موحدا سالما من الشرك، لكنه لا يكون محققا للتوحيد إلا إذا ارتقى إلى هذه المرتبة بأن يخلص من جميع الذنوب، من الشرك الأكبر والأصغر ومن الذنوب والمعاصي، ويتقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات، يترك المكروهات وحتى بعض المباحات من باب التورع. إذا وصل إلى هذه المرتبة فهو ممن حقق التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، تركوا المكروهات الكي ومن طلب الرقية، وتركوا المحرمات وهي الطيرة لأنها شرك، أم تقربوا إلى الله جل وعلا بهذا. فهؤلاء هم المقربون، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا لهذا، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأورد هذا الحديث وأورد الآية التي تلوناها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد من مكة المكرمة تقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هل هذا يمحو الكبائر أم الصغائر فقط؟ إذا قالها مخلصا لله عز وجل بذلك، حاضرا قلبه معها، تقبلها الله منه، فإن الله يغفر له الكبائر والصغائر وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول السائل: عندي بنت يتيمة الوالدين حتى بلغت وزوجتها، فهل لي أن أراها وتجلس معنا مع أم أولادي أم لا؟ لا، لست محرما لها إلا إن كانت رضعت من زوجتك أو إحدى قريباتك، بناتك أو أخواتك، كان بينك وبينها رضاعة تكون محرما لها بالرضاعة. أما إذا لم يكن هناك رضاعة لست محرما لها، وأنت محسن إليها وجزاك الله خيرا. وأما التزويج فتزوجها المحكمة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: أنا امرأة عندي طفل رضيع، أترك مع أمي ومع أختي أحيانا، وأحضر دروس العلم في المسجد وفي الحرم، هل عملي هذا صحيح؟ إذا كان الطفل لا يتضرر بذلك فلا تأثمين، أما إذا كان يتضرر بهذا فأنت تأثمين بهذا. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز الجمع بين صلاتين من دون مطر ولا برد شديد، ولكن لأجل أنه مشغول في العمل؟ لا يجوز، نعوذ بالله من ذلك. العمل لا يحول الصلاة يتصرف فيها، كل صلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي، ما ورد في الكتاب والسنة العذر به. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما كفارة اليمين وما طريقة الإطعام، وهل على الترتيب أم على التخيير؟ كفارة اليمين كما في الآية بقوله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، عتق يعني. أين هذه الأمور الثلاثة يخير الإنسان أيها فعل أجل، فإذا لم يجد شيئا منها فإنه يصوم 3 أيام. كفارة اليمين بالله تجمع
بين تخيير وبين ترتيب. نعم. هذا الأخ اسمه بدر يقول أنا شاب ولكن أتعرض لبعض الفتن والشهوات، كيف أحمي نفسي من ذلك وما هي وصيتكم لي ولغيري؟ تحمي نفسك من ذلك بأحد أمرين، إما بالزواج إن كنت تستطيع، وإما بالصبر وتجنب أسباب الفتنة وغض البصر. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء. الله جل وعلا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا نقول؟ وهل نقول كما يقول المؤذن؟ نعم، هذا هو الأصل، أن تقول مثل ما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ومن ذلك التثويب. نعم. هذا أحد الأخوة يقول: نعاني أشد المعاناة بسبب تبرج بعض النساء، حتى أصبح أحدنا يضع عينه في الأرض، فهل من كلمة توجيهية لهن؟ الكلمة التوجيهية لكم قبلهن، أن تتجنبوا مواطن تجمع النساء والاختلاط بالنساء والعمل مع النساء، تتجنبوا هذا. قل للمؤمنين، الله بدأ بالمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآية. فأنتم حصنوا أنفسكم بالابتعاد عن مواطن الفتنة ومواطن الاختلاط والبعد عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن دعاة في بلادنا خارج المملكة، وكثيرا ما يواجهنا بعض الناس ويقولون أن أقسام التوحيد إلى 3 أقسام، يقولون التقسيم هذا توقيفي، فما حكم ذلك وما هو الأصل في ذلك؟ هذا التقسيم في القرآن يا أخي، الله هو الذي قسمه في سورة الفاتحة، فإنها تتضمن أنواع التوحيد 3: الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أنواع التوحيد. رب العالمين توحيد الربوبية، لله الله هذا توحيد الألوهية، إياك نعبد هذا توحيد العبادة. وكذلك في آخر القرآن: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. رب الفلق، تستعيذ بالله من هذه الشرور. وفي سورة الناس واضح هذا: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، إله الناس، هذا ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس هذا توحيد الإلهية. فنحن ما جئنا بتقسيم من عندنا، ولكنكم لا تفهمون القرآن أنتم، أو أنكم تعاندون وتكابرون هذا الكلام، هذا موجود في القرآن. وكذلك في آية واحدة ذكر الله أنواع التوحيد 3: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. فأين أبصاركم وعقولكم من القرآن الكريم؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: أريد الطواف التطوع بنية أبي، هل يصح هذا العمل علما أنه ميت، وهل يجوز أن أعمل هذا الطواف؟ هذا محل نظر وفيه خلاف، لكن الذي لا خلاف فيه أنك تحج عنه أو تعتمر عنه، هذا هو الذي لا خلاف فيه وهو أكمل وأفضل. نعم. السؤال الآخر حفظكم الله، هذا السائل يقول: إذا زرت قبر أخي وأردت أن أدعو له، فهل أرفع يدي؟ نعم، تقف عليه وترفع يديك وتدعو له. نعم. بارك الله فيكم وثابكم الله. هذا يسأل يقول عن فضل صلاة النوافل، وهل هناك فرق بين الرواتب في الليل أو في النهار؟ صلاة النافلة على قسمين، منها ما هو مؤكد مثل الوتر ومثل صلاة الليل، ومثل الرواتب التي مع الفرائض مثل التراويح، صلاة الكسوف، هذه أكد أنواع، كذلك صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هذه أكد أنواع التطوع، ثم بعدها أنواع التطوع الباقي. نعم. هذا السائل حفظكم الله يقول: هل يشترط لسجود التلاوة وضوء واستقبال القبلة؟ الصحيح أنه لا يشترط له ذلك لعدم وروده، ولأن تلاوة القرآن تجوز ولو كان الإنسان على غير وضوء، حدث الذي عليه حدث أصغر يجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب غير أن يمس المصحف، وإذا مر بآية سجدة يسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الوهاب أحمد من مكة المكرمة يقول: ما هو القزع
وما هو الضابط في ذلك حفظكم الله؟ القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه من تقزع السحاب في السماء أي تفرقه، وهذا من عادات النصارى. المسلم لا يتشبه بالنصارى، قد قال صلى الله عليه وسلم في شعر الرأس: احلقه كله أو دعه كله. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله، رمز لاسمه بمحمد، يقول: لو تحدثتم عن فضل التبكير للجمعة، وإذا تعمد من تجب عليه الجمعة المجيء للمسجد بعد الخطبة وأثناء الصلاة، هل تكون صلاته باطلة؟ تبكير للجمعة هذا سنة مؤكدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وانتظر ولم يتكلم في الخطبة كتب الله له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام من الأجر. هذه الآداب، فيبكر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. تفاوت في الحضور للجمعة، كل ما بكر الإنسان فهو أفضل، فالإنسان يبادر بهذا. وأما إذا تأخر وأدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، إذا جاء قبل أن يرفع الإمام رأسه للركوع الركعة الأخيرة وركع معه فقد أدرك الجمعة، لكن فاتته الأجور الأخرى، فاته أجور كثيرة لكنه أدى الفرض. نعم. هل تنعقد لأقل من 40؟ نعم، لا دليل على تحديد 40، ليس لعدد الجمعة. من الصحيح أن من صحت بهم الجماعة تصح بهم الجمعة، وأقل ذلك 3، 2 يستمعان وواحد يخطب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحمد يحيى من جازان يقول: ما قول فضيلتكم في من يكتب اسم من أسماء الله تعالى في إناء ثم يشربها المريض ويرددها بعدد محدد ك52 مرة؟ هل هذه من البدع وهل هذه رقية شرعية؟ أما كتابة الآيات والأدعية في إناء أو في ورق بمداد طاهر ومحل طاهر ثم يغسله ويشربه أو يشربه المريض، هذا لا بأس به، عمله السلف، وهذا داخل في الرقية الشرعية. وأما تكرار اسم واحد من أسماء الله هذا لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو معاذ يسأل حفظكم الله، يقول: ما المراد بصاحب القرآن في قوله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل الحديث، وهل يشترط الحفظ؟ جزاكم الله خيرا. صاحب القرآن الذي يعمل بالقرآن، صاحب القرآن هو الذي يعمل به ولو لم يقرأه كله، وإنما يعمل بالقرآن. وأما من حفظ القرآن قراءات العشر أو السبع وهو لا يعمل به هذا ليس من أهل القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الهبة والعطية على ذوي الأرحام مثل الميراث في التقسيم والتوزيع؟ هذا خاص بالوارث، لا يوصي لوارث من ورثته، أما إذا أوصى لغير وارث من أقاربه فلا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وأجمع العلماء على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح هذا يسأل يقول: شخص نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر فكبر سنه وعجز عن الصيام، فماذا يفعل؟ إذا عجز عن الصيام سقط عنه. نعم. ولا يصام عنه أو يكفر حتى رمضان إذا عجز عنه وليس عنده عقل، عنده عقل خرف ما عليه الصيام، كيف بالنذر؟ أما إذا كان عنده عقل لكنه ضعيف الجسم ولا يقدر يصوم فهذا يقضى عنه. نعم. هذا السائل يقول: رجل عاق لأمه وندم على ذلك بعد وفاتها، ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه؟ جزاكم الله خيرا. يكثر من الدعاء لها، ويكثر من أعمال البر لها من حج وعمرة، وإذا كان عليها ديون يسددها، وإذا كان لها وصايا ينفذها في حدود الشرع ويضحي عنها، هذا كله من البر بها، ويبر بصديقاتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: علمت أو قرأت أحاديث كثيرة عن ساعة الإجابة من يوم الجمعة، وأصح هذه الأحاديث قولان. سؤالي: هل إذا جلست في المسجد من طلوع الفجر إلى المغرب لتحريها فيه شيء؟ جزاكم الله خيرا. هذا طيب، إذا جلست في المسجد كل اليوم فتتحراها أصبتها بإذن الله، هي لا تخرج عن يوم الجمعة، لا تخرج عن يوم الجمعة، كالذي يقوم ليالي رمضان كلها صادف ليلة القدر بلا شك. نعم. سؤال آخر حفظكم الله، هذا السائل يقول: كيف يحافظ المسلم على إيمانه، وكيف يعرف أن من نفسه أنه من المؤمنين؟ الإنسان لا يزكي نفسه، ولكن عليه التمسك بدينه والعمل الصالح
ويسأل الله الثبات على ذلك. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا سهى المصلي في الصلاة أكثر من مرة فهل يسجد للسهو عن كل سهو أم يكفي سجود للسهو واحد فقط؟ إن سهى في الصلاة عدة مرات كفاه سجود واحد والحمد لله. نعم. يقول سائل آخر: في صلاة الليل قمت إلى الركعة الثالثة وتذكرت بعد قراءة الفاتحة، فهل أكمل ركعة رابعة أم أجلس وأسلم؟ يعني ثالثة، ما يجوز تكمل ثالثة، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، إذا قمت إلى ثالثة فإنك تجلس ولو شرعت بالفاتحة تجلس. نعم. بارك وتأتي بالتشهد وتسلم، تسجد للسهو، تسجد للسهو قبل أو بعد السلام. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: رجل توفي عن 4 أبناء ذكور وزوجة وأم وأب، فكيف تقسم التركة؟ قسمة التركات عند المحاكم. نعم. لا بد أن تراجع المحكمة لأجل أن تثبت ما مات إلا عن هؤلاء عند القاضي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.